بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواني أخواتي الطلبة الأعزاء. إن شاء الله أحاول أكمل المحاضرة الثانية. إحنا كان عنوان المحاضرة اللي هو البتروليوم سورس روكس كاركترايزيشن، اللي هي خصائص الصخور المصدرية. تكلمنا عن الصخور المصدرية أو أنواع الصخور المصدرية، اللي هي كانت عبارة عن الصخور الكلسية المتطينة Argillaceous Limestone Rocks، وكذلك الصخور الكلسية السجيلية أو الطفلية اللي هي Shirley Marley Limestone Rocks، وكذلك عندنا الصخور السجيل أو يسموها الصخور الشيرل. زين، وهذه كل واحدة لها خصائصها ولها تفاصيلها ومميزاتها، لكن بشكل عام يجب أن تكون الصخور المصدرية تحتوي على الكلي، لأنه الكلي من صفاته الخاصة الفيزيائية الباروسيتي والبرمابوليتي يكون حافظ جيد للمادة العضوية، لأنه مثل ما تعرفون المادة العضوية مادة صعبة الحفظ وتحتاج إلى ظروف خاصة لحفظها. زين، بعد ذلك تكلمنا عن ظروف حفظ المادة وبيئات الترسيبية اللي تنتج لي المادة العضوية. أيضا تكلمنا عنها، البيئة البحرية الضحلة والبيئة البحرية العميقة والبيئة البحرية السحيقة. وذكرنا أيضا بالنسبة للأعماق 200 و200 إلى 2000 وأكثر من 2000، وهذه يعني كل واحدة لها مميزاتها ولها تفاصيلها. زين، ايضا تكلمنا عن البتروليوم بوتنشال او توليد الهيدروكربون، كمية الكيروجين ونوعيتها ونضوج الحراري للمادة العضوية. وذكرنا ايضا بالنسبة للكيرو المادة العضوية هي تعتبر كيروجين والبيتيومين. زين، هنا اعتقد احنا وصلنا. هذا السلايد اخر سلايد تكلمت عنه. زين، ف أرجع مراجعة بسيطة على هذا السلايد لأنه مهم صراحة. تلاحظون أنه المادة العضوية بعد ما يتم حفظها تتم بثلاث مراحل، اللي هي مرحلة الدايجنسيس ومرحلة الكاتاجنسيس ومرحلة الميتاجنسيس، مرحلة التحويلية. اللي هذه المرحلة اللي هي المرحلة اللي يبدي بها الكائن الحي سواء كان نبات أو حيوان انه يكيف نفسه وينحفظ ضمن الصخور المصدرية، وثم يتحول بمراحل كثيرة. انه مثل هذا الجسد الانسان او جسد الحيوان يبدي هذه الـ يعني خلينا نقول الاحماض والدهون والبشرة والى اخره من التفاصيل تبدي تتحول، اكيد تتكيف وتتحول بمراحل كثيرة، التآكل والاضمحلال والبلمرة والتركيز، ثم يصير عندك هنا احماض امينية خالصة. هذه الأحماض الأمينية خالصة هي كلها تعتمد على البيريال أو على الأوفر بيرديان أو على الكومباكشن أو على التمبريتشر أند بريشر، يعني تعتمد على الضغط وحرارة حتى تبدي تحفزها، حتى تبدي تحولها من مرحلة إلى مرحلة أو من مادة إلى مادة. ثم إحنا ذكرنا أنه هناك تحويل من مرحلة تاجنسيس إلى كاتاجنسيس هي مرحلة الكيروجين، والكيروجين هذا نفسه أيضا يتعرض إلى عمليات جدا معقدة يتحول فيها إلى كيروجين، وكذلك ممكن يتحول إلى بيتيومين، وممكن الكيروجين نفسه يتحول إلى هيدروكربون مثل ما تشوفون هنا لو تو ميديوم بالنسبة للنوع الكيروجين ونوع الهيدروكربون عفوا. ثم أيضا يصير عملية الكراكينج اللي هي الكسر، يتحول إلى ميثان غاز وهيدروكربون جيد اللي هو الهيدروكربون الخفيف. زين، كل هذا يتعلق ب يعني الفترة الزمنية ويتعلق بدرجات الحرارة والضغط. وآخر ما يتعلق يتكون عندنا هي مرحلة الميتاجينيسيس اللي هي مرحلة تكوين الغاز الدراي بالإضافة إلى الكربون ريزيديو، يعني الكربون الخالص. اليوم سنتكلم عن كيفية تحويل، هي نفس العملية لكن أكثر تفاصيل، كيفية تحويل organic matter to hydrocarbon. شو تتحول بداية؟ إنه هذا اللينين والبروتين والليبيدات كلها
شردت من عامل واحد مهم ذكرته بالمحاضرة السابقة، هو انعدام الأكسجين. هذا شردت من الأكسجين لأنه البيئة اللي تكون بها أكسجين هي بيئة غير حافظة للمادة العضوية. إذن يجب أنه البرنسبل كونديشن أنه هذا العامل الأساسي عدم توفر الأكسجين حتى يبدأ يحفظ المادة العضوية. هذا واحد العامل الأساسي. ثم يبدأ عندي نشاط الأنيروبيك بكتيريا اللي هي البكتيريا اللا هوائية اللي تبدأ مثلا استخلاص الكبريت حتى يكون لي من ال H2S كبريتيد الهيدروجين والنيتروجين، بالإضافة إلى ذلك يكون لي ال CO2 وال H2O. وهذا راح تلاحظونه مع المراحل انه شوف شلون يتكون CO2 H2O و H2S ايضا. وهذا ايضا الشيء هو اللي يشرح لنا او this explains the low sulfide content of many formation water. بالتالي احنا راح نلاحظ انه المياه الكونية عدم وجود الكبريت بها او انعدامه او بها بنسبة قليلة. بعد فترة يعني هذه نفسي بعد فترة من الزمن يبدأ شو يصير عندي الكيروجين is first formed، يعني مع الحفر او عند الحفر او عند الدفن يبدي عندي الكيروجين يتكون قطرات صغيرة جدا زين سمولر هيدروكربون، ايضا وجود الاس ثاني اكسيد الكربون وال H2. هذه مع يعني بعدنا بالبدايه وقد تكون في مرحله الدايجنسيس. زين بعد ذلك عندما ترتفع الحراره يبدي يتكون عندي الميثان وكذلك يتكون عندي الهيدروكربون اللي هو سي 13 الى سي 30. الهيدروكربون ايضا به تفاصيل وب أجزاء كثيرة صراحة أنا حاولت أبتعد عنها لأنه صعب جدا وما نقدر يعني نحتويها بالمحاضرات. بالتتابع أيضا consequently the carbon content of kerogen increases، يعني محتوى الكربون يزداد مع زيادة الـ temperature، والدليل هنا آخر شيء راح يبقى عندي فقط كربون رزجي. زين أيضا عندك الـ fluid products هاي السوائل المنتجة in hydrogen بنسبة جدا عالية are formed and oxygen is eliminated، يعني السوائل راح تكون تحتوي على الهيدروجين أكثر مقارنة بالأكسجين. انتباهكم وياي بهذا الشكل، هذا الشكل مهم جدا. لاحظ هنا العنوان هو origin and formation of petroleum، أصل وتكوين النفط. قلنا احنا بالبداية انه diagenesis وكاتاجينيسيس والميتاجينيسيس. هذه هنا مرحلة النضوج، هي مرحلة يعني النضوج، هذه السهم يشير برودكس. هنا أنا عندك هذه مرحلة العمق يعني ازداد العمق، وهنا أنا عندك الكاتيجنسيس مقسم إلى قسمين اللي هو الأويل والويت غاز، يعني غاز مع نفط مع غاز رطب، وهنا أنا مرحلة دراي غاز اللي هي مرحلة الغاز الجاف. لاحظ اخواني هنا في هاي المرحلة، مرحلة يعني النفط جدا قليل مع توفر الغاز، يعني الغاز ماكو مشكلة يتكون عندنا غاز البيولوجي يسمونه. زين وهذه عند درجات حرارة تقريبا 52 درجة واعماق جدا قليلة. بعد ذلك يتكون عندنا النفط اللي هو بالكاتاجينيسيس لدرجات حرارة يعني تصل إلى 62 درجة مئوية مع عمق أكثر، يعني لاحظوا هنا اثنين، هنا أنا أكثر شيء هذه الذروة أكثر شيء اللي هي تقريبا اثنين وكسور، يعني 2.5 2.6 0.7 يبدي يتكون عندي الأويل مع وجود الغاز. بهذه المرحلة إخواني يبدي هنا عادي ماكو مشكلة يتكون عندنا غاز مع أويل. أما آخر مرحلة هو مرحلة الغاز، زين اللي هو يعني غاز 100% الدراي غاز، وبعد هذه المرحلة المرحلة التحويلية اللي يتكون عندي فقط الكربون. زين هذه فيما يتعلق بالرسم الأول. الرسم الثاني هنا عندك يعني لاحظ يعني يربط هذه البيئة الترسيبية مع الغاز والأويل أو مع المراحل اللي ذكرناها. طبعا قبل أن أذكر هذه المواضيع هنا
اكو عندك هنا بايو ماركرز. البايو ماركرز هو يعني بالحقيقة من عندها هذه التسمية، هو يعرف أصل المادة العضوية، هل هي نبات، هل هي حيوان، هل هي كذا، الاعتماد على يعني هذه الفحص داخل المختبر. زين، هسه نجي هنا شوف، يبدي هنا يقول لك اللاند بلانت بها 3 أقسام، اللي هي الأكاوتك. الأكاوتك الجزء الأول هو الجزء اللي يكون قريب جدا من السطح، يعني تقريبا 100 متر، واللي ممكن انه يخترق الضوء. زي المنطقة تخترق الضوء، هذه المنطقة اللي هي منطقة اللي يخترقها الضوء وفيها نباتات يعني تعيش على ضوء الشمس. زين، وفي بعض الأحيان هذه النباتات يعني يصير بها يعني خلينا نقول نباتات أو حيوانات يعني تموت، وبالتالي مباشرة تنزل إلى الأسفل، تنزل إلى الأسفل إلى مرحلة تسموها مرحلة الأوكسيك زون. هذه المرحلة ما بها لا أكسجين، وهي مرحلة يعني يكون بها نشاط للكائن الحي. وعند ما تنزل هذه الكائنات أو النباتات إلى الأسفل، تبدي جزء منها تأكلها أو تعيش عليها، والجزء الآخر يبدي ينطمر ويندفن ويتحول إلى هذه المرحلة الدايجنسيس، اللي هي المراحل اللي ذكرناها هنا. زين، لاحظ هنا إخواني، صار عندك بوتنشال سورس روكس، هذه تبدي تنزل، هذه اللي ذكرناها هنا مرحلة البوتنشال سورس روكس، يعني صخور مصدرية ممتازة، ثم ارتفاع ودرجات حرارة، يبدي ينزل لي جوا، يعني بعد ما كان وين هي بالسطح لكن دفنت للأسفل، صار عندك افكتف، صار نشاط ارتفاع درجات حرارة، بالتالي تبدي إلى الهجرة مثل ما تلاحظون، اور انجاز، ثم تراب، ثم البرج يبدي يحفر وإلى آخره من التفاصيل. زين، لاحظ هنا الديستريبيوشن اوف اورجانيك ماتر ان روك سامبل لو ماتوريتي، نضج قليل. هنا عندك هذا السامبل لون الابيض صخره، هي نسبه تي او سي. طبعا هنا التوتال اورجانيك كربون، يسمونه الكربون العضوي الكلي، عندنا نوعين بالحقيقه، اللايف كربون والديد كربون. كربون يسمونه الميت، اللي مثلا الكربون اللي موجود في الصخور، هذه كربونات الكالسيوم، اللايمستون، الدولومايت، بي كربون. زين، لكن هل كل كربون هو ينتج لك؟ لا. زين، لا. اما اللايف كربون اللي بيه ظروف خاصه معينه، ما يعني الى اخره، هذه ينتج لك غاز اويل وكيروجين، لان الكيروجين مستمر بعمليه انتاج الاويل والغاز والبترومين والى اخره. زين، لاحظ هنا نبدي بعد ما نفحص السامبل، ممكن انه ندخله بقياس الارقام يعني رسمية، اللي هي شوف انتاجية الهيدروكربون مع نسبة التي او سي بالشيل، نسبة التي او سي بالكربون هي نسبة مئوية. اذا كانت النسبة 0.5 فهي بور. بنقول اخواني هنا كاربونيتس، يعني نقصد بها الصخور مثل ما المارلي، لايم ستون، او ارجليشس، شيل، اتش اتش، هذه هنا الشيل خالص، هنا لا شيل يعني طين مع كاربونيت. زين، تزداد النسبة تصير فير، ثم جود، ثم اكسلنت، اللي هي اكثر من 5%، اكثر من 5. لكن لاحظوا الشيل دائما يحتوي على تي او سي اكثر من الكربونيت. زين، وبالتالي سبب واضح جدا انه الشيل يكون خصائصه الفيزيائيه افضل لاحتواء الماده العضويه. زين، حتى الكيروجين نفسيته ينقسم الى قسمين، او عفوا الاورجانيك ماتر ينقسم الى قسمين، ينقسم الى القسم الاول يسمونه البيتيومين، اللي هو يعني يكون which is composed of compounds that are soluble in organic solvents. يعني هذه نوع من أنواع الأورجانيك ماتر، اللي يعني بالحقيقة هو البيتيومين، يجي يعني عن الكيروجين بعد ارتفاع الحرارة أو بعد العمليات اللي تطرأ، وهذا النوع هو قابل للإذابة بالمواد العضوية مثل التلوين. زين، مثل يعني ممكن احنا البيتيومين
ممكن انه نذوبه او نتعرف عليه اذا استخدمنا رابع كلوريد الكربون CCl4. زين CCl4 ممكن من خلاله CCl4، هذه تلوين مذيب عضوي، وممكن من خلاله يعني اعرف البتروم. بالمناسبة احنا عند الحفر الآبار بالكاتنج هذه القطع اللي تجينا هذه الصغيرة اللي احفرها بالبيت، ممكن انه نحصل على قطع سوداء اللي هي بتيومين، واذا استخدم التلوين ممكن اعرف راح يصير تغير باللون واعرف انه هذا بتيومين. اما الكيروجين فهو غير قابل للاذابة. زين البتيومين اور اكستراكتبل اورجانيك ماتر انكلود ذا اندجينس. ها هسه شنو يحتوون بالحقيقة؟ يحتوون على الألفاتيك، يعني المادة اللي تحتويها، تحتوي أيضا الأروماتيك، وتحتوي على مركب النيتروجين والأس والأكسجين including migrated hydrocarbon. أيضا هذه ممكن هذه المواد هي نفسها في بعض الأحيان تلتقي مع هيدروكربونات، يعني مادة متحولة إلى هيدروكربونات بالسيدمنتري سيكونس، بالسيدمنتري سيكونس واللي هو بالتتابع يعني زين الرسوبي. هسه هنا أنا يقول الكيروجين is composed of varying preparations of carbon, hydrogen, oxygen. Such elemental data for kerogen can be displayed on a diagram first developed by Van Keroven. يعني هذا الرجل أيضا وضع عام 1961 تقسيمات للكيروجين، انا راح ابدي اتطرق لها. زين هذا ما نفسها، شوف الانواع الكيروجين هي النوع الاول هي الليبتينات، النوع الثاني هي الاكسينات والفيترينات والانترينات. طبعا هذه اربع انواع من الكيروجين، اربع انواع من الكيروجين مناسبة على اساسها يعني يصير عندي غاز، يصير عندي اويل، يعني الريزرفوار مالتي يصير فقط اويل، يصير فقط اويل وغاز او بس غاز، بالاعتماد على مادة الكيروجين والاعتماد على يعني بالاكيد بالتاكيد راح تشوفون الليبتين تختلف عن الاكسينات، المادة الاصل مالتها العضوية، وتختلف عن الفيترينات، تختلف عن الانترينات وهكذا. زين يعني هسه شلون نميز نوع الكيروجين؟ نقدر نميزه من خلال الكلر لونه، نقدر نميزه من خلال الفلوروسين الأشعة الفوقية النسيجية، نقدر نميزه من خلال المعامل الانعكاس الرفلكتنس وهذا الشيء. بالمناسبة هذه كلها عندنا بالمختبر موجودات عندنا بالشركات النفطية بسهولة جدا، يعني تقدر تاخذ عينة وتستخدمها وتقيس هذه الأشياء. هسه شوفوا يا إخواني الليبتينات يعني نسبة الهيدروجين، لاحظ عنصر الهيدروجين للكربون 50% تقريبا أو أكثر، لكن نسبة الأكسجين للكربون 10%. وبالتالي هذا النوع من الليبتينات النوع الأول، لا تنسون زين النوع الأول هو ينتج الأويل وينتج الغاز بشكل جدا عالي، وقد يصل إلى 80% زين أو أكثر. هذا النوع الليبتينات هو بالحقيقة جاينا من المصدر الطحالب أو شو نسميه الألجل سورس، الطحالب زين اللي تكون غنية بالليبيدات بالأحماض الليبيدات which is formed. ها من جايتنا؟ جايتنا من بيئات اللاكسترين، يعني من أو اللاجنال، من البيئات البحرية اللي تكون قريبة شالو. زين اما اخواني بالفلوراسين الليبتينات نشوفها هي الاشعه الفوق المنسيه، نشوفها بشكل لايت زين شفاف. وهذا النوع من الانواع الكيروجين هو جدا نادر، جدا رير جدا، هذا النوع الاول. النوع الثاني الاكسينايت هو يعني يكون 50-50 بالنسبه الهيدروجين للكربون والاكسجين للكربون، وأيضا ينتج أويل وغاز، ولكن إنتاجه 40 إلى 60%. زين أما المادة اللي يتكون من عندها فهي إخواني هي السبورات أو حبوب اللقاح أو هذا نوع من أنواع النباتات، وأيضا الفيتوبلانكتون، وأيضا عندك الكائنات المجهرية البكتيرية
المارين الموجودة في رواسب البحيرات. زين، وهذه النوع من الكيروجين يصاحبه نسبة كبريت متوسطة إلى عالية محتوى، وهذا الكبريت يعني the presence of silver influences the timing and rate of كيروجين. هذا يعني يأثر على نضوج الكيروجين بالحقيقة. زين، أما إخواني بالفلوراسين فهو أيضا لايت، وهذا هو النوع الشائع أو المتوفر بكثرة بالنسبة للخزانات النفطية، أو عفوا النضوج اللي موجود بالصخور المصدرية. بقى عندنا الفتر نايت اللي هو النوع الثالث. لاحظي إخواني، كيروجين أول، عندنا 2 و3 و4. طب شوف هنا الهيدروجين 16%، أما الأكسجين راح يكون أكثر 20 ل 30%. زين، الإيلد الإنتاجية مالته قليلة. زين، و principally generating gas، وهذا ينتج لنا بشكل أساسي الغاز. بشكل أساسي الغاز أيضا هو يجينا من النباتات أو من الفحم أو من الرواسب. شوف in coils or coil sediments أو الدايبر بلاند، هاير بلاند دايبر، يعني تقريبا أقدر أقول عليها من الأغصان الأشجار اللي تكون كبيرة جدا. زين، وال does not fluorescence، هذه ما يظهر أي شيء بالفلوروسين. However, it is increasingly reflective at higher level of maturity. أيضا هذه تزداد الانعكاسية عندنا مع زيادة مستوى النضوج، مع زيادة مستوى النضوج. And therefore can be used as indicator of source rocks maturity. وبالتالي هذا النوع من الكيروجين هو بالحقيقة مصدر للنضوج. يعني أنا أقدر أعرف أنه هذه النضوج عالي نضوج قليل من خلال الرفلكتف، من خلال الرفلكتف. زين، أما الانترنايت اللي هو آخر شيء، فهو أيضا ماكو نون فلوراسين برودكت أوف أني أوف أبوف كيروجين. أيضا دي نسبة عالية جدا من الكربون ونسبة جدا قليلة من الهيدروجين. and is of intermittent residual كيروجين، يعني يعتبر كيروجين متبقي أو كربون ميت يسمونه كربون. then having no effective potential to yield oil and gas، وهذا النوع من الأنواع هو يعني بين قوسين ينتج لنا الكربون، الكربون الأخير. هذا الجدول هو نفسيته يعني رافق قياس، هو نفسيته اللي ذكرته هنا، يعني ماخذ النوع الأول تايب 1 الأمورفياس اللي هو يجي من الألجول، يكون غني بالهيدروجين، والبيئة أيضا ذاكرها الأكسترين. وهنا أنا أيضا نفس العملية ذاكرها لك ومنطيك مثال على هذا الشكل تحت الميكروسكوب وإلى آخره. أنا أيضا منطيك تركيبة أو تكوينة الكيروجين من خلال هذا المثلث. لاحظ هنا الكربون 100%، لاحظ هنا الهيدروجين 30%، هنا الأكسجين 30%، وهنا الكبريت 70%. واحنا عندنا هيدروكربون. زين، فهذا ياخذ من هذا، يعني اما منه او منه. شوف هنا المثلث هسه، مثلا هذه نوع من انواع الفحم تراتسايت، هذه نوع من انواع الفحم. شوف وين صاعد نسبي فوق. زين، اما الاويل لاحظ الاويل. زين، مناسبة احنا هذه هسه اذا تلاحظون للكي، هذه كل واحدة مقسم لك يا شنو معنى، هذه اويل شو، هذه نون مارين شيل غير بحري، هذا عبارة عن كلاي، هذا عبارة عن مارين شيل اند لايمستون. يعني هذا شنو معنى لايمستون، يعني صخور كبريتية سجيلية. زين، فهذه يعني زين، وكل واحدة منقطة. هذه هنا لاحظ عبارة عن تقريبا هذه المنطقة كلها عبارة عن نفط. زين، هذه نان مارين، وتقدر بشكل طبيعي جدا هذه تقسم هنا 100 نانا صفر. فإذا المادة الأويل الإنسامبل اللي موجود عندك طلع نسبة الكبريت الهيدروجين وإلى آخره، تقدر على هذه الرسم تسقطها وتشوف هل هي بحرية أو غير بحرية أو إلى آخره. طبعا هذا الرسم يختصر الكلام اللي ذكرناه كله. زين، اللي هو العلاقة بين الهيدروجين اندكس والعلاقة بين الاكسجين اندكس.
زين مناسبة، هو هيدروكربون، هو اسمه هيدروكربون، يعني يكثر به عنصر الهيدروكربون الهيدروجين والكربون. هذا هنا ثلاث أقسام. أول شيء هنا نوع الكيروجين الواحد، مصدر المادة العضوية، وشنو اللي راح ينتج لك هذا الرسم. لاحظوا يا هنا اللون الأصفر التايب 1 اللي ذكرناه أول واحد، من يجيك؟ يجيك من الألجل، من البلانكتون. زين حتى النوع الثاني شوف، بكتيريا ألجل ميكستشر كذا، فقال لك جاي ينتج لك أكثر شيء هو الأويل. زين هنا النوع الثاني راح يكون يعني أكثر شيء اللي هو السبورات أو النباتات أو يعني حبوب اللقاح، وهذا يكون النفط ووكسي أويل، زين، أو نفط مكثف. زين أما النوع الثالث لا، فهي عبارة أيضا عن نباتات وخشب وإلى آخره، ينتج لك غاز. زين آخر شيء هو هذه يعني يصير عندك النو بوتنشال أو ديد كربون، يعني كربون ميت. زين بتفاصيل كثيرة هذا الشكل، لكن هذه الملخص البسيط عنه، إنه شنو ينتج عندك، يا بيئة ترسيبية، شنو نوع الكيروجين وإلى آخره. زين هسه نجي إلى تقييم source rock evaluation، تقييم الصخرة، يعني نقدر ناخذ سامبل من الكور ونجري لها فحص ونشوف هل هذه يعني الصخور مثلا منتجة جيدة للنفط، منتجة غاز من الأصل إلى آخره. نعتمد بالحقيقة على الثلاث أربعة أشياء اللي هي التي أو سي، ما إيش قد التي أو سي، والبايروليسيس تحليلها بالمختبر، وكذلك هذه الروك ايفال بايروليسيس، هذه يعني تطلع في نسب معينة. وعندك أيضا الفيترنايت ريفلكتنس الانعكاسية، زين، وأيضا عندك نسبة الهيدروجين إلى الكربون، نسبة الهيدروجين إلى الكربون. هذه كلها إخواني تاخذها أو تحسبها حساب حتى تقدر تعرف الصخرة هذه النظرية منتجة بنسبة إيش قد، يعني إيش قد نسبتها، which can be used to evaluate the rock samples. من خلالهم نقدر effective petroleum source rock must satisfy requirements as the quantity, quality, thermal maturation of. يعني هذه كارثة اللي هي يعني كمية ونوعية والنضوج الحراري. طبعا من خلال الجدول اللي راح نروح عليه، هذا الجدول بالحقيقة، هذا الجدول يعني النتائج مالتك لابد تجي هنا تعرضها على هذا الجدول، تشوف التي او سي ايش قد نسبتها، شوف الروك ايفالويشن. طبعا الروك ايفالويشن راح تطلع عندك برموز اللي هي الاس 1 والاس 2، وهسه اخر شيء اقول لكم شنو معنى الاس 1، وشوف ايش قد نسبة البيتيومين، واخر شيء الهيدروكربون. فهذه على هذا الاساس راح يطلع عندك هل هو مثلا انتاجيتها ككوانتيتي كميه، بور لو فير لو جود لو اكسلنت، واضح؟ هاي واحد. تروح على كواليتي، الكواليتي النوعيه مالتها، نوعيتها راح يطلع من يا نوع من هذه الانواع. زين فراح تشوف الهيدروجين اندكس مثل ما ذكرنا قبل قليل، وتقسم الاس 2 على الاس 3، هسه اقول لكم شنو معناها، وايضا تعرف نسبة الهيدروكربون الى الهيدروجين للكربون، وايضا عندك المين برودكت ات بيك ماتوريتي. هذه كلها اخواني راح تطلع عندك بالجهاز، هذه القيم كلها. زين وايضا اخر شيء الماتوريتي، ماتور ماتور ايرلي بيك ليت وبوست ماتور والى اخره. هذه الماتوريتي بها معادلات، شوف الانعكاسية، شوف نسبة في التوتال اورجانيك ماتر والى اخره. اخر شيء صراحه اراويكم شنو معنى الاس 1 والاس 2. زين كاركترايزيشن اوف كيروجين، خصائص الكيروجين. خصائص الكيروجين يعني احنا شفنا الكيروجين تايبز بالدايجرام اللي وضعه الرجل فان كريفلين، زين، اللي هو هذه يعني كدايجرام مشهور عالميا ويستخدم بشكل كبير، and displaying الأكسجين للكربون والهيدروجين للكربون كنسبة، زين، elemental analysis of organic matter.
ات بريزنت في الوقت الحاضر، بالوقت الحاضر طبعا الروك ايفالويشن هيدروجين اند اوكسجين انديكيتس يعني سيمولييتنج ذا فانكلبرين دايجرام ار مور commonly used because of easy usage and additional information of maturity by Tmax. يعني جاي يقول يا احنا هسه هذه اللي جاي نستخدمه تقريبا هو نفس البان كريفن لانه يعني شنس السيموليتنج يعني شلون نسمي المحاكاه. زين هذه الروك ايفالويشن هيدروجين اللي طلعنا من عتها قبل قليل هذه هو يشبه البان كريفلين دايجرام لانه يستخدم بشكل سهل وينتم معلومات كثيره والى اخره. هذه الارقام كلها موجوده بهذا الرسم. زين شوفوا اخواني هنا نسبه الاوكس الهيدروجين للكربون والاكسجين للكربون، وايضا يبدي هنا يقسم لك. شوف هنا الكي ضروري جدا نعرف الكي. هذه هنا المخططه هي عباره عن CO2 H2، واما اللون الابيض فهو اويل واما اللون الاسود فهو غاز. زين يبدي يقسمها في نطاقات. هذا النطاق اللي هو نطاق النوع الكيروجين، هذه 1 2 3 4. زين هذا الرابع، ويبدأ أيضا يقسم لك إياها حسب النسب، إنه هذه شنو راح يصير وهذه شنو راح يصير. عندك هنا أويل وهنا أنا غاز وآخر شيء الكربون. زين وبنفس الوقت أتمنى من عندكم هذه الأسماء كلها راح تدقوها بالجوجل تلقون عبارة عن كائنات حية، نباتات أو حيوانات. زين تطلع لكم بالصور. لاحظون انت النوع الاول دائما جاي يروح على الطحالب، هنا أنا جاي يروح على العشب او يعني حبوب اللقاح او يعني هذه الاشياء، ثم يتحول اخر شيء الى الخشب او الاجزاء الكبيره والى اخره. زين هنا ايضا احنا من خلال هذا الانعكاسيه اللي يسموها الفيتامينات ريفلكتنس، الانعكاسيه اللي موضوعه مع هذه العلاقة بيناتهم الهيدروجين والكربون والأكسجين والكربون، نقدر من خلالها إنه نعرف نوع الهيدروجين بمرحلة التحول أو التحور أو التكسير، وأيضا المادة اللي تنتج عنه. لاحظ هسه وشوف هذا السهم يقول هذا يشير إلى مسار نوع الكيروجين، أما هذه الخطوط هذه فهي تشير إلى يعني boundaries حدود of field كيروجين، يعني هذا حد الكيروجين الأول، هذا الثاني وهذا الثالث وإلى آخره. أما هذه المنقط فهو يشير إلى قيمة الفيترنايت ريفلكتنس. لاحظوا وياي هسه شوف هنا أنا أيضا يقسم لك إياها من 0 إلى 0.5، هذه رمز مالته، ومن 0.5 إلى 1 هذا رمز مالته، من 1 إلى 2 هذا الرمز، وهكذا. لاحظوا هنا النوع أيضا بنفس العملية جاي يطلع عندنا CO2 والH2O وCH2 غاز الميثان مستمر. ولاحظ الدايجنسيس والكاتاجنسيس والميتاجنسيس ثلاثة قسمناها بهذا الشكل 1 2. لاحظ المراحل ثلاثة يختلف بهن الانعكاس، يعني إذا طلع عندك انعكاس بقيمته أقل من النص فهو هنا يعني مع جزء بسيط هذه قد يكون مرات 0.1. هنا أيضا لاحظ هنا غالبيته هو يقع في 1 إلى 2، وكذلك يعني من 0.5 إلى 2، وكذلك عندك آخر شيء هو اللون الأسود من 2 إلى 4. هذا راح يعطيك دليل على أنه هذه الصخرة المصدرية هي ناتجة تنتج كذا وكذا وكذا. زين هذه نفس الشكل ما بي فرق، قد أتطرق لها حسب المختبر اللي ممكن أراويكم بيه شنو معنى الأسوان والأستو ولا آخر. نضوج السورس روكس، نضوج السورس روكس ده نقرأ وياكم هذه المعلومات اللي مكتوبة هنا. يقول الكيروجين is composed of large hydrocarbon molecules that are stable at low temperature. نعم إذن الكيروجين هو مستقر في درجات حرارة منخفضة، ما جاي يصير بي أي تحول أي تكسير أي تحرك أي كل شيء ماكو، but will break down بفد حركة في يعني يتحول يتحرك
into smaller molecules of liquid and gases. راح يتحول الى جزيئات اصغر لسائل او غازات قد ما with progressive exposure to higher temperatures. ما يصير تعرض تدريجي لإله درجات الحرارة العالية. In addition, no hydrocarbon gases such as CO2 and H2O are produced and non-reactive residue remains. يعني هو جاي يقول يعني non-hydrocarbon gases such as CO2 and H2O are produced يعني and انون رياكتيف ريزيو، يعني راح يبقى عندنا جزء هذا مستمر ما له علاقه زين ما يتحرك يستمر، مثل ما البيتيومين او نوع من الكيروجين يبقى يحتاج درجات حراره اعلى زين. وايضا عندنا اخر ينتج اللي هو سي او 2 والاتش 2 او واللي يسميه نون هيدروكربون، ما يقول نون هيدروكربون زين. لاحظ اخواني ايضا هذه العمليه اللي تصير نتيجه ارتفاع الضغط والحراره يتحكم بها عامل أساسي واحد هي التمبريتشر، بالإضافة لعوامل أخرى لسال كنترولز هي النيتشر أند أبندنس أوف كيروجين، يعني طبيعة، لاحظ طبيعة ووفرة، إحنا هذا يعتمد أيضا على نوع الكيروجين إن ذا سورس روكس أند بريشر آخر شيء. بالتالي إخواني significant oil generation occurs between temperature approximately 60 إلى 120، يعني التوليد الجيد للنفط هو يقع ضمن درجات حرارة 60 إلى 120، وغاز significant gas generation 120 إلى 225. أكثر من ذلك راح يطلع كيروجين inert اللي هو الخامل. Having expired all hydrocarbons, only carbon. بالأخير راح يبقى فقط الجرافيت أو الكربون. زين. لاحظ يا هنا بهذا الرسم المهم جدا اللي هي رض السيرفس ديب. أيضا مراحل التحول الدايجنسيز الكاتاجنسيز الميتاجنسيز. وهنا لاحظ درجات الحرارة. زين. هذه الدايجنسيز هاي نهايتها. عندك الكاتاجنسيز هذه نهايتها. و عندك ايضا العامل انعكاس نص واحد كذا الى اخره، وعندك الكلر يعني هنا تقريبا يلو اصفر، هنا يطلع عندك اورنج براون بلاك والى اخره. لاحظ هنا ايضا الاويل ويندو بالكاتجنس تنقسم قسمين، هذه بس فقط نفط، هنا غاز ويندو. طبعا الغاز ويندو هنا الدراي غاز، واللي احنا ذكرنا هناك ممكن بالميتاجنسيز يطلع عندنا دراي غاز مع كربون اللي هو ايضا جزء من عنده يطلع بالكاتاجينيسيس. وايضا عندنا النفط يرافقه، يعني هذه المنطقه اذا بيها نفط مع غاز هذا ويت غاز اند اويل. لاحظوا اخواني ايضا النفط يكون بالاعلى درجات حراره اقل، هذي ما ينزل لجوه راح يصير لايت. زين آخر شيء عندنا الزمن وعلاقته بالعمق ودرجات الحرارة وكذلك الأويل زون أو الغاز زون. إحنا بالحقيقة عندنا اللي جاي ننتج منه هو بالسينوزويك بالميزوزويك اللي هو يقع ضمن الكريتيشيوس ويقع ضمن الجوراسيك وكذلك التوراسيك. زين لاحظوا هنا النقطة ضمن هنا هذه يعني يزداد الحرارة والضغط هنا الغاز أعلى من عنده هو الأويل. لأنه هذا يحتاج حرارة أكثر وإلى آخره. زين إخواني هذه محاضرتنا لهذا الجزء الثاني من بتروليوم جيولوجي، المحاضرة الثانية اللي خاصة بالسورس روكس كاركترايزيشن. أتمنى إن شاء الله استفادتوا من عندها، ونلتقي بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة.